شايف ان هو يعني لسه في البداية، فمش عايزين نحكم عليه في البداية، هو لسه بيجرب لعيبة. ولو كان خد نفس اللعيبة القديمة كنا برضه هنعترض عليه ونقول هو خد نفس المجموعة القديمة. هو الصح ان هو بياخد مجموعة جديدة. انا شايف ان هي تشكيلة كويسة يعني بالنسبة للمدربين اللي فاتوا، وبعدين يعني هو مدرب وطني في الاول والاخر. يعني من خبرة حسام البدري في الاندية نفسها، انا عامة اهلاوي ماشي، بس خبرة حسام البدري في المنتخب مش متهيأ لوجهة نظر انا انه مش هيجي ربع حسن شحاتة. هو بيجرب، انما رامي ربيعه وكهربا بالذات مجربين ومعروفين. انا شايف اللي هو عامه بتشكيلاته، هو بينزل بتشكيلات كويسه جدا وهي بتفيد المنتخب، وبينزل لعيبه تقيله وبيريح ساعات لعيبه. هو ده مش غلط، بس هو بيريح اللعيبه التقيله دي للمباريات المهمه بس مش اكتر. تشكيله حلوه، بس اما حاجه ايه، ربنا يكرمه زي حسن شحاته كده. انا اتمنى ان هو يبعد عن مروان محسن وكوكا والمهاجمين بتوعنا. هي المشكلة في المهاجمين وصانع لعب ما عندناش. تشكيلة كويسة، والعناصر الجديدة اللي هو معتمد عليها تشكيلة كويسة جدا، وهتأدي المنتخب للتقدم إن شاء الله بإذن الله. أنا بفضل إنه يختار ناس أوريدي جاهزة وبتلعب في أنديتها عشان تكون جاهزة أوريدي مع المنتخب، يعني ما تبقاش ناس لسه هتبدأ أو بقالها فترة ما لعبتش أو إصابات. يا ريت يعيد حساباته مع كوكا. اما الكل اختياراته صح والتوفيق باذن الله. شايف ان اعتماده على عناصر جديده في المنتخب دي مجازفة ولا خطوة كويسة؟ لا، خطوة كويسة، يعني بيدي فرصة لجميع اللاعبين ودي حاجة كويسة جدا. يعني هو برضو واخد مجموعة مهاجمين مش جامدين قوي يعني كأسماء، فكوكا يعتبر أفضل. مش هتيجي برضو زي الناس اللي كانت مع حسن شحاتة. ممكن يكون الناس اللي كانت مع حسن شحاتة دي هي اللي كانت مساعدة ان هو يوصل لكمية البطولات اللي خدها. تعجبني فكرته اللي هو بيدخل حد جديد المنتخب، اللي هو بيديله برضو نوع من الأمل اللي هو يعرف يلعب دولي ويديله حافز روحي اللي هو يبدا يلعب بعد كده. الكلام ده ينفعنا فيما بعد. العناصر الجديده كويسه، مش وحشه، بس ما يعتمدش على الودان. لا، هو شايف ان فيهم ناس هيجي منهم. شايف مين ممكن يكون مفاجاه المنتخب؟ هو مصطفى محمد صلاح مصطفى محمد محمود وحيد